حصل مع ميدو ده ما هو إلا شغل لجان إلكترونية بشكل واضح. الراجل بمنتهى الاحترام شاف رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب فتصور معاه، وأنا شايف إن محمود الخطيب بعيدا عن أنه هو رئيس النادي الأهلي هو رمز رياضي، يعني هو في الآخر أنت لو قابلت محمود الخطيب في الشارع هتحس أنك عايز تسلم عليه، زي ما بالظبط لو قابلت مرتضى منصور برضه ممكن تبقى عايز تسلم عليه، دي حاجة حريتك الشخصية. ما ينفعش حد يتحكم في حريتك الشخصية، يعني دي حاجة بتاعتك، أنت حر. بغض النظر عن الانتقادات الموجهة بقى لمرتضى منصور إنه إنسان كويس مش كويس، إن هو عنده دلوقتي مشاكل أو ما عندوش، بغض النظر عن ده كله، لكن في الآخر مش معنى إن ميدو تعامل باحترام في إن هو قابل الراجل فتصور معاه فالدنيا كلها تتقلب عليه. لكن ده يخلينا نفهم نقطة، يعني إيه لجان إلكترونية؟ ويعني إيه الناس تقدر تتحكم، اللي هي اللجان دي تقدر تتحكم في شكل معين أو في طريقة معينة أو في توجه معين على السوشيال ميديا؟ ده بيتم بمنتهى البساطة عن طريق مجموعة كبيرة من الأشخاص عندها أكتر من أكاونت على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى وغيره، وبيقدروا من خلال الأكاونت الكتيرة دي إن هم ينشروا خبر معين أو ينشروا فكرة معينة وبيبدأوا يأثروا على الناس، وبيبقى عندهم خبرة كويسة في إنه إزاي يكتب كابشن يفرق مع الناس، وازاي يحط صورة تضايق الناس، وازاي يبدأ يخاطب الناس بطريقة تضايق او تلمس عندهم المشاعر. وده يفسر لنا انه ممكن موضوع يعلى فوق جدا ويكبر جدا، وممكن موضوع يبقى كبير بس ما ياخدش اي حجم، ما ياخدش اي مساحة. ممكن اعلي لك ترند، ممكن انزل لك ترند، ممكن اعلي لك فيوز، ممكن انزل لك فيوز، ممكن اعلي لك كومنتس، ممكن اقلل لك كومنتس، كل ده ممكن ينفع عادي جدا وبمنتهى البساطة وبمنتهى السلاسة. فده معناه انك لما تيجي تقرأ خبر او تقرأ موضوع ركز كويس جدا هو الخبر ده او الموضوع ده مكتوب ليه وامتى وازاي، وفي نفس الوقت ايه اللي مكتوب فيه. حاول تشوف اللي بين السطور. اللي بين السطور في موضوع ميدو في رأيي الشخصي هو تأكيد على فكرة ان في بعض الاشخاص خانوا مرتضى منصور، مبقوش من مؤيدين مرتضى منصور، ويبقى الموضوع الرئيسي يتحول ويتحور ويتغير، يبقى الموضوع انه في ناس خاينة في نادي الزمالك وخانوا العهد وخانوا الثقة وخانوا الامانة، والكلام الكبير ده اللي هيفضل يطلع الفترة الجاية. فلو سمحت لكل جماهير الاهلي وكل جماهير الزمالك، بلاش نمشي وراء حاجات تافهة، بلاش نسيب اصل الموضوع ان احنا بنشجع الكورة وبنحيي الكورة، وفي الاخر نمشي وراء اتيتيود او سلوك شخص واحد بس اسمه مرتضى منصور غير مفاهيم الكرة المصرية عند جمهور الزمالك بمنتهى الصراحة. اذا كان جمهور الزمالك عندهم وجهة نظر في الكرة او في النادي او في ايا كانت وجهة نظرهم ايه، لكن ده ملوش علاقة خالص بالحسابات الشخصية الكتيرة قوي اللي زرعها جواهم مرتضى منصور. وبصراحة انا شايف انه ميدو محترم جدا ان هو في الاخر عمل اللي هو شايفه او عمل اللي هو مرتاح له بعيدا عن الحسابات السياسية والحسابات الايديولوجية والحسابات الاستراتيجية اللي عند مرتضى منصور. هو مش مطالب ان يبقى جوه الحسابات دي كلها. ففي الاخر نفكر بعض تاني، انت لو ماشي في الشارع وشفت كابتن محمود الخطيب غالبا هتسلم عليه عشان هو كابتن محمود الخطيب، عشان هو قيمة رياضية كبيرة بعيدا تماما عن انه رئيس نادي الاهلي. سلام عليكم.